سعد، وادي اتخطف منه، خطف عمرو، عمرو خطف عمرو سدد، هدف، هدف يا سعد، انما تتاخد منه، خدها عمرو وحط رجله وهوبا فوق. يا ولد يا ولد يا ولد، ركنها ركنه جميله جدا 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 في الدقيقه 44. متابعينا على قناه النادي الاهلي، بص شوف عمرو جمال بيسجل. تريزيجيه واحمد فتحي خدها وخلصها، عاوز يسدد، يفتح كويس قوي عند محمد ناجي جده، عرضيه في منتهى الجمال، حلوه، جول جول جول، عمرو جمال هو ده عمرو اللي بتكلم عليه، العرضيه ايه بلسم، وعمرو جمال بدماغه يقف في اللعبه اللي فاتت، ادي العرضيه حلوه قوي من محمد ناجي جده، عاملها بالمقاس، وادي الارتقاء، اول مره يتفوق عمرو جمال على الثنائي بكري واحمد السيد، وطلع بشكل حلو ويحطها على شمال رمزي صالح يتفرج عليها زينا تماما. الاهلي في وقت مهم جدا مع الدقيقه الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، عمرو جمال يسجل خامس اهدافه بعرضيه محمد ناجي جده. عبد الله سعيد عرضيه ومحمد ناجي بيلمس ومفيش لسه مخالفه، موسى ادام واحد ضد واحد، عمل كروس لوحده خالص وجول. يا ولد يا ولد، هو ده عمرو جمال، عمرو جمال يرن حاططها بالسنتيمتر، جميله جدا جدا. بص شوف الهدف، بص شوف الكروس المثال، النموذج، نموذج شايلها الراجل والتاني راكنها وحاططها راسيه، راسيه ذهبيه من اللاعب عمرو جمال. يا ولد زي ما الكتاب بيقول، الراجل شايف حاططها فين وحاططها في المقص اللي على يمين الحارس، وتعلن عن هدف تاني للنادي الاهلي. برافو كده النادي الاهلي. احمد شديد اداوي مش باين، تاني الكره العرضيه جوه 18، عمرو جمال جول، عمرو جمال وهدف التعادل للنادي الاهلي في الدقيقه 25. بقول لحضراتكم لعيب صاعد النادي الاهلي، ادي اللعبه حلوه، وادي عمرو جمال طالع كده مركز، هنا مركز كويس، كره احمد فتحي، وشوفوا هنا طالع من اعلى ارتكاز، وشوف قاعد براسه على طول على يسار عصام محمود، هدف التعادل للنادي الاهلي. من عبد الله السعيد في التنفيذ، كرته راح تكون داخله مقوسه مرفوعه بشكل رائع، هوب هوب هوب، جول جول عن طريق الصغير القناص عمرو جمال، يضيف الهدف الثاني للنادي الاهلي. شوف الاعاده مره ثانيه في القائمه الثانيه، دفاع بقي يتفرج وينتظر ويطالب بوضع التسلل، طبعا صعب الحكم عليها من الزاويه التي شاهدناها، ولكن اللاعب عمرو جمال ببراعه يسمح للنادي الاهلي من تسجيل هدف.
طلقتكم المعهودة، وطبعا يعني ده الهدف طبعا قدامنا اللي موجودة، اللي الأهلي كسب سبورت أكاديمي 2-0، الهدف الأول لعمرو جمال. وعلى طول بيلعب كرة حلوة وائل جمعة، الله على اليد عمر جمال عايز يلعبها على طول تترد وتروح له، شاب صغير لسه لكن عنده مستقبل واعد، ومعدي بالكرة على طول لسه الكرة معاه يلعبها حلوة راية وصفارة. لكن لما تأتي تلعب في فريق الأهلي فريق كل النجوم، وبالتالي صعب أنك تبقى وتبرز من البدري وترجع الهجمة. عمرو جمال بيستلم كرته تحت ضغط وحطها على عبد الجاور لقناوي اللي بيلعب رامي التماس، اتلعبت على طول عاد اللعب من جديد، محاولة ودخل منطقة 18 و